كده ده الرز بتاعي اهو. طبعا الحمام فاتح الصدر بتاعه من جوه عشان ياخد اكتر كميه من الرز من عنده. رز بالكلاوي بتاعته بالكبد بتاعته اهو اللي انا سلقها قدامكم دلوقتي دي اهي. بس انا عايز احطه على النار عشان عندي شغل ياما، وبعد كده نحكي مع بعض عملنا الرز ازاي. قال لي انت عايزه انا هعمله، متخافش يعني. بحشي على قد ما اقدر، ما اخافش. الرز بتاعي مستوي ثلاث ارباع سوا، الرز بتاعي مستوي ثلاث ارباع سوا. كده بقفل اهو. ادي اول واحده، التانية يا باشا صدرها مقطوع مش مشكلة، هنعمله عملية تجميل دلوقتي. حبة ملح هنا عشان ما يزحلقش مني اهو. طيب هستأذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني وهلحقكم قبل ما يعني بعد الفاصل نحطه مع بعض في الشوربة. اخد فاصل وارجع لكم تاني، اوعوا تغيروا المحطة واضرب في هات. رجعنا بعد الفاصل. ادي الشوربه عندي بتغلي على النار، فيها بوكيه جرنيه بصل وجزر وكرفس ورق لور وحبهان، وادي الحمام كده حطينا. باخد ربع ساعه بالكتير على النار او 10 دقايق هيستوي. طيب كده هنا عندي بصل، ده الخلطه بتاعت الحمام يا جماعه. ادي خلطة الحمام، سمنة بصل وكرفس وكرات وتوم اهو كده اهو. عند الرز اهو عملناه اللي المخرج حكم عليا ان اعمله، بالرغم ان انا كنت عامله بس هو دايما ما بيشك فيا. اقلبه بس والنبي اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده رز الحمام يا جماعه. عندي طماطمايه، شويه زيت، شويه ملح وفلفل كده خلاص. كده هستاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. هنقليه نحمره يا في الفرن يا في السمنه